عايز تعرف منزلة مريم، المرأة الوحيدة اللي ذكرت باسمها في القرآن. يعني بقية النساء في القرآن يقول لك أم موسى وقالت أم موسى، يقول لك امرأة فرعون، لكن الوحيدة اللي مذكورة باسمها في القرآن السيدة مريم، ومذكورة كم مرة؟ 33 مرة بعدد سجدات اليوم. مش احنا بنسجد في اليوم 33 مرة؟ أصل هي كانت سيرة السجود. وبعدين خلي بالك هي ذكرت كده أكتر من بعض الأنبياء في القرآن، ولأ وصورة باسمها سورة مريم. وبعدين النبي يقول لك إيه؟ أفضل نساء أهل الجنة أربعة، خديجة بنت خويلد، ومريم ابنة عمران، وأسيا امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد. اتنين ستات كبار واتنين بنات. مريم فتاة وفاطمة بنت محمد كانت في سنها 18 19 سنة، واتنين كبار خديجة وأسيا. ياه، يعني هي، ويقول لك لم يكمل من النساء أحد مثل مريم وأسيا. هي من الناس اللي اكتملت كامرأة في كل، في عقلها ورحمتها وصبرها وجلدها وحنيتها ورحمتها، واخدة كل حاجة. مريم ليه مريم فضلت؟ عايز اشرح لك فكرة الأول عشان تفهم. كل شريحة سنية لها صفات مميزة ليها تغلب عليها. يعني الشيخ في سن الأربعين أو الرجل في سن الأربعين إيه أكتر صفة؟ رجحة العقل والحكمة. طب الطفل اللي عنده 7 سنين إيه أكتر صفة؟ المرح واللعب والهزار والفكاهة. طب البنت من 15 ل 22 إيه أكتر صفة بتميزها؟ في أم بتقول العند. لا والله لا، العند ده سبب لحاجة. لا مش العند. إيه أكتر صفة أنا عرفت الطفل وعرفت الراجل كبير، طب البنات في السن ده، ما هي مريم كانت فتاة في السن ده، إيه أكتر صفة بتميزها؟ كتلة عاطفة. كتلة عاطفة، حنان لا نهائي. عاطفة، حب، حب، عندها حب، جينات الحب وحدات الحب. هي السن ده كده، طبيعة السن ده كده. يعني لو أنا وأنتم، أنا وأنتم الناس اللي قاعدة كده، وحدات، لو قلنا إن الحب له وحدات أو العاطفة لها وحدات، كل واحد عنده 100 وحدة عاطفة، فالبنت في السن ده 1000 وحدة عاطفة. سؤال، الوحدات دي هتروح فين؟ الوحدات دي لازم تتصرف، لازم تخرج. وما تقوليليش لا، اصل في امهات تقول لك لا لا ده انا بنتي هاديه قاعده ما بتعملش حاجه. يعني ازاي يعني في الاخر عايزه تقنعيني مثلا ان طفل عنده 7 سنين ما بيلعبش؟ في حاجه غلط، مش ممكن. طب البنت في السن ده هتودي العاطفه فين؟ هنا تظهر مريم. ليه؟ مريم فتاة وعندها عاطفة، هتودي العاطفة فين يا مريم؟ هيبدأ أول ملمح ليه مريم سيدة نساء العالمين؟ أنا عندي عاطفة وأنا لسه ما اتجوزتش وما عنديش عيال، عشان أطلع العاطفة دي في سكتها أنا هفتح سكة للعاطفة دي. عملت حاجتين، حب شديد لربنا، هطلع العاطفة دي في عبادة. ده أنا هصلي كتير، أنا هعبده، أنا هحبه، أنا هقوم بين إيديه. يا بنات أهو أول حتة أهو، عبودي كتير، طلعي العاطفة، طلعي فين؟ هحب ربنا. ما تقوليليش انت كده هي دي اللي هتطلع فيها، ده احلى حاجه تطلع فيها العاطفه. وجربي في رمضان، ورمضان فرصه، صلي كتير، اسجدي بين ايديه، ابكي له، ادعي له، واطلبي امنيات، اتجوزني واحد احبه، جوزني واحد يسعدني، عايزه كذا كلميه، قربي منه، طلعي الحب عنده، قربي 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 قربي. دي اول حاجه عملتها مريم. تاني حاجه عملتها مريم طلعت فيها العاطفه، العمل الخيري، العمل التطوعي، ايتام وملاجئ وضعفة وارامل. بس هي بقى العمل الخيري كان عندها ايه؟ العمل الخيري كان عندها بيت المقدس. انا هخدم بيت المقدس وهساعد الناس وهبقى خادمة العباد وهساعد اي حد جاي يجي يعبد ربنا، ووضب مسجد البيت المقدس وعين في بيت المقدس. شفت طلعت العاطفة فين؟ يعني انا عايز ايه من البنات؟ طب انا بشرح ليه للبنات؟ عايز منك حاجتين، كوني مريمية. كوني مريمية، كوني زي مريم. حاجتين، سكتين، انت عندك 1000 وحدة عاطفة، انا خايف عليهم، انا خايف يروحوا في سكة غلط، انا خايف الموضوع يتحول لولد يضيع العاطفة بتاعتك ويضيعك، انا خايف عليكي. خلي بالك لو اتجرحتي مرة من ولد، انت 1000 وحدة، انت كتلة عاطفة، لو اتجرحتي مرة هتتوجعي قوي، فتتجرحي من واحد تاني فتتوجعي قوي، فتتجرحي من واحد تالت فتبوظ العاطفة، وبعد الجواز تبقي خلاص فقدتي العاطفة. ليه؟ انت بوظتيها. ما ربنا، ما في واحدة اسمها مريم اسمها سيدة نساء العالمين وفي صورة باسمها، ما تفتحي زيها، ما تمشي في سكتها، روحي في سكة مريم، حبي ربنا، طلعيها في حب، طلعيها في عبادة، صلي بالليل، رمضان فرصة، جربي. طب قلدي مريم في رمضان، جربي في رمضان،
يا بنات قلدي مريم في رمضان، جربي طبق العمل الخيري، شوفي لك عمل خير، شوفي لك ملجأ ايتام، شوفي لك فقراء، شوفي لك حاجه شوفي لك ايتام تحضنيهم، تطلعي اصرفي من الالف وحده، لازم يطلعوا، لازم، ما ينفعش يتكبتوا. يا بنات اوعي الصحوبيه، اوعي ولد يضحك عليكي، اوعي ولد ياخد الوحدات بتاعتك، خلي بالك هيضيعك. وخلي بالك ربنا بيقول ولا متخذاتي اخدان، ما تصاحبيش، روحي اتجوزي لكن ما تصاحبيش. طب ما انا لسه ما اتجوزتش اعمل ايه؟ وتاخر الجواز، طلعيهم في فقره وغلابه، طلعي دوري على حته تطلعي فيها، طلعيهم في عباده، طلعيهم في صلاه وقيام ودعاء، حبي ربنا ابكي من خشيته، هتطلعي كده شويه وحدات. دي مريم